السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة نبدأها مع العناوين. الاتحاد الخليجي يقرر إقامة قرعة خليجي 25 بالبصرة في 25 من الشهر المقبل. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة سوريا ضمن البطولة الرباعية بالأردن. اللاعب ضرغام إسماعيل: استقطاع اتحاد الكرة جزء من قيمة عقود اللاعبين قرار غير صحيح. إدارة الصناعة تنتقد اتحاد الكرة بسبب عدم تحديد لوائح مسابقة الدوري الكروي الممتاز. الزوراء يتعادل مع الديوانية، والشرطة يهزم الكهرباء، والطلبة يتغلب على الصناعة تحضيرا للدوري الكروي. الكابتن سامر سعيد يعلن إطفاء جميع الديون المالية وإكمال ملف التراخيص لنادي الديوانية. جماهير الطلبة تتهم اتحاد الكرة بتعمد عدم ترخيص الأنيق لغاية الآن. الاتحاد الآسيوي يرشح سلة الشرطة للمشاركة في بطولة غرب القارة. الحكم الدولي هاوكار سالار يجتاز الاختبارات العملية لنهائيات آسيا لكرة الصالات. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة سوريا ضمن بطولة الأردن الرباعية. كل التحية والحب للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، تحديدا البعثة الإعلامية مع المنتخب الوطني الزميل محمد عماد، على هذه الجهود والمتابعات واللقاءات التي تجرى قبل كل مباراة. نشاهد ولا نعود. أكيد قدمنا مباراة جيدة مع المنتخب العماني. المنتخب العماني من الفرق الجيدة اللي صار لهم تقريبا لسنتين على نفس اللاعبين نفس المدرب. الآن المنتخب العراقي في تصاعد حقيقة. تنتظرنا مباراة أمام المنتخب السوري، يا رب أنه نحقق الانتصار. تعرف أغلب اللاعبين لاعبين جدد. المباراة أمام منتخب العمان كان أعتقد 6 لاعبين جدد شاركهم. الفريق الآن فريق شبابي. تنتظرنا ويا رب أنه نقدم مباراة جيدة أمام. بداية أنا سعيد جدا وفخور بظهوري الأول مع المنتخب الوطني، وأيضا عائلتي فخورة وسعيدة بهذا الظهور، إضافة إلى التعامل الجيد من قبل اللاعبين والجهاز الفني معي من خلال تواجدي في المنتخب. بكل تأكيد الفترة القصيرة، فترة الإعداد كانت قصيرة، وبالتالي النتيجة لم تكن مرضية الأخيرة، ونتأمل تحقيق نتيجة طيبة في المواجهة المقبلة مع منتخب سوريا. اللاعب ضرغام إسماعيل: عدم دعوتي للمنتخب الوطني أمر طبيعي، ولدي أموال بذمة ناديي الزوراء والقوة الجوية. شوفا شيء طبيعي، واكيد هذه رغبه مدرب، فاحنا شو وقت ما يستدعونا حاضرين، واكيد ماكو واحد يعني يستدعونه وما يحب يمثل بلده، وما عندي اي مشكله اذا ما موجود منتخب او موجود. اسالك على فت قضيه يا ضرغام. نعم. اتحاد الكره ينوي بالنيه انه يستقطع قيمه من مبلغ العقود، شنو رايك في الاحاد؟ والله انا اشوف هاي مو صحيح، لان اكو هواي لاعبين يعني مبالغهم قليله، وتجي تقطع من عنده. زين شلون؟ زين انت النادي هم راح يقطع من عنده بعد اذا ما حصل على الدوري او راد ينزل الفريق، فراح يقطعون من عقده. هو اذا عقده 30 ويقطعون منه وانت هم تقطع منه، ايش ياخذ 5 ملايين؟ فانا اشوفها مو صحيح هاي. بدون مسميات حتى ما احرجك مع الجماهير، انت تطلب انديه ترخصك؟ نعم، اطلب الزوراء واطلب الجويه، سميت لك واشتكيت مره ثانيه، والاتحاد الاسيوي هم اشتكيت، وان شاء الله هاي الايام راح يودون علي وراح اقعد وياهم. اللاعب علي فائز سعيد بتواجدي مع الطلبه واطمح بتحقيق الانجازات مع الانيق. انا سعيد بالبدايه بتواجدي مع نادي الطلبه، خاصة انه يعني انا ابن هذا النادي، يعني انا اول موسم لي مع نادي الطلبة. ان شاء الله يا ربي يكون موسم مليء بالانجازات، مليء بالافراح. انا اشكر الهيئة الادارية، اشكر الجماهير اللي ساندتني، اشكر اخواني اللاعبين، اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. الحديث عن اليوم ترحيب جماهيري عالي علي فائز. اكيد، لان الجمهور يشتاق للاعب اللي بدا وياه من اول موسم، بدا من الطفولة، وكلهم اخواننا وحبايبنا ان شاء الله. الحديث عن اقترابك ايضا مع القوة الجوية، شنو اللي سبب ما تمت الصفقة؟
شوف هو بالاخير رزق الله سبحانه وتعالى وين كاتب لك يصير، حتى اذا تروح تتفق وتقعد ويا اكثر من نادي. انا بصراحه اتفقت ويا اكثر من نادي ويعني بس ما صارت، يعني الرغبه صارت هنا. طموحك انه كان تحترف؟ اكيد، وحصلت على اكثر من عرض بالاحتراف بس مو بالمستوى المطلوب. الكابتن ثائر احمد امنيه ان احقق لقب الدوري والكاس مع الطلبه وغير قلق من التراخيص. مشاهد اكيد يعني طموحاتنا عاليه، يعني اتفاق الاداره والجماهير والكادر التدريبي ان هسه نقدم مستوى عالي، متعه الجماهير، ونقدم يعني نحاول يعني حصولنا على درع الدوري ونتنافس على الفرق الجيده ان شاء الله حصولنا على درع الدوري ان شاء الله. كابتن انت اليوم ممكن عندك امنيه فت خاصه يعني شخصيه حسب معلوماتي انه تختم مسيرتك او فت شيء تحقق بلقب الدوري؟ اكيد يعني هو هذا الحقيقه، يعني نختمها ان شاء الله كاس ودوري مثل ما بديت كاس ودوري، ان شاء الله نختمها كاس ودوري. العناصر شلون تشوفها؟ ان شاء الله جيده جدا ان شاء الله. الوضع المالي الفني؟ الحمد لله والشكر، يعني كلهم متفقين، الاداره دا تسعى جاهدين على راسه الدكتور علي حميد، بالاضافه لاعبين مجتهدين، بالاضافه للكادر المتجانس، وان شاء الله الامور تصير بالشكل الصحيح. ماكو قلق من موضوع التراخيص؟ لا اعتقد ماكو قلق ان شاء الله، يعني ان شاء الله فضل. جماهير الطلبة الأنيق تتهم اتحاد الكرة بمجاملة بعض الأندية بملف التراخيص. لا يترخص، ماكو شيء ما يترخص، ليش ما يترخص؟ شلون ترخصت هاي الأندية البقية؟ كلها مطلوبة، كل الأندية هسه ما أريد نذكر الأسماء، كل الأندية مطلوبة. فشلون ترخصت؟ لازم أنه لقوا حلول، احنا بدنا نلقى حلول إن شاء الله تنحل المسألة. طلبة ما يتهدد. طلبة ما يتهدد. الاتحاد مالك اللي جاي بالاصلاح مال عدنان وغيره، خلي يروحون يشوفون يراجعون الانديه كلها المطلوبه، زوراء وغيرها وغيرها، شلون اخص اربيل؟ شلون اخص النجف؟ كل واحد عنده عضو بالاتحاد لازم هذا النادي يترخص، والطلبه ما عنده، كافه مجاملات، طلبه ما ينزل، يترخص وغصبا على الاتحاد. عجيب يحاسبون الطلبه ما يحاسبون الحرامي اللي باقي الطلبه 15 سنه، زين الطلبه هسه حاليا يعني جاي استوى رجع فريق جماهيري مثل الطلبه هسه رجع للفريق، المفروض تعينونه توقفون وياه. شوي انظروا لهذا النادي، هذا النادي عانى معانا على فتره نقدر نقول صار له 20 سنه ما عندي كاس نايلون. هذا لا تخلوا انه كل واحد تباوع، لا تباعون الطلبه حاله حاله. هذا ناديكم وسواكم وصلكم للنجوميه، التفتوا له. وعتبي على اللاعبين القدامى اللي لعبوا بالنادي، هسه قاموا يطالبون بحقوقهم، وين كنتوا من بذاك الوقت بالعهد السابق اللي نقدر نقول بايام علاء، ايام نقدر نقول النظام البائد ان شاء الله. تحية أخرى مشاهدينا الكرام، ضيف كورة هذا المساء الكابتن علي حسين رحيب. مساء الخير. مساء الخير استاذ علي، رحب بك واكيد ان شاء الله مشاهدي ان شاء الله ضحكت خير. لا سامر جاي اشياء. اي والله غير انت سويت بي مقلع ما ادري ايش سويت. تحياتنا الكابتن سامر سعيد، والله انت تتحارش بي. حبيبي هذا سامر. حياك الله كابتن، اهلا وسهلا بيك. صار لك فتره مبتعد عن المجال الرياضي بس متابع. ويمكن عندك تقييم كامل، طمنا عنك بالبدايه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك كابتن علي واكيد حياتنا المشاهدين الكرام قناه برنامج كوره. حياكم الله. شيء مثل ما تفضلت يعني شويه مبتعد اني. بعد ما انتهى الموسم مع نادي الزوراء شويه ابتعدت. يعني كانت عندي اشغال بسيطه في قطر، يعني رحت خلصت اموري. وحاليا متواجدت، بس تعرف اللاعب او المدرب من ينتهي الموسم شوي ياخذ فتره راحه، خاصه بعد عدم تواجد ضمن الفريق. زين ما دام ذكرت الزوراء، احد اتصل بيك من الاداره بعد ان انتهت المهمه قال لك يابا شكرا ما قصرت، خلصت مهمتك ويانا لكن جهودك ما ننساها والى اخره، هذا البروتوكول المتعارف عليه. هذا البروتوكول تحكي عليه دول غير العراق او ادارات غير ادارات الانديه بالعراق. صراحه انا متفاجئ بهذا الموضوع، مع رغم علاقتي طيبه باداره نادي الزوراء وبالكادر التدريبي اللي موجود كان معانا، بس ما تعرف شنو السبب لحد الان لحد اتصل بيه. على الاقل كانوا على الاقل يشكروننا، الكادر التدريبي الموجود كان مع الفريق
شكر وتواجد بالنادي يعني ما به اي شيء اذا كنت انا موجود او غير موجود ما صار ولا من اي عضو اتحاد لا لا عضو اداره لا لا ماكو اي شيء ماكو اي اتصال وماكو اي كلام لا من المدربين ولا من اداره نادي الزمالك يعني حتى مع الكابتن ايوب ما جاء معك اتصال لا انا كان عندي اتصال مع الكابتن ايوب قبل انهاء المهمه قبل اصلا انهاء المهمه ماكو اصلا ما حكى وياي هو قبلها قلت لك انا كنت اتكلم وياه بخصوص بعض بخصوص اللاعبين ومناقشه الامور تكلمت انا كسب ف اكو هواي لاعبين كنا طارح اسمائهم يم الكابتن ايوب وبعد من سافر للسويد بعد انقطعت الاتصال انا لان خط العراق يعني انغلق بقى الواتساب تواصلت وياه يمكن يوم مره او مرتين وبعدها ماكو اي تواصل بيناتنا وقلت لك انا لا 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 الاداره سعوف الاداره الاداره اقول غفلت انشغلت انت اشتغلت سنه كامله مع مدرب انت مساعد وياه من انتهت المهمه يا ابا علي بارك الله بيك بس انا عندي غير ستاف ما صار اي اتصال لا لا بالعكس هو اصلا قبل لا يسافر طلعت شويه بالسوشيال ميديا على اساس علي رحيمه خارج الفريق ما اعرف شنو فانا اتصلت به كابتن ايوب يعني علاقتي به جيده مثل كنت لاعب ومدرب ولحد هذه اللحظه انا ما عندي شيء وياه بالعكس احترمه يعني كابتن ايوب عن انسان طيب وتعامله جيد مع الكل اذا كنت من كنت لاعب واذا كنت مدرب اشتغل وياه يعني علاقتي به الحمد لله زين بس قلت له كابتن اذا عند اكو هيك مشروع او هيك فكره وعندك ستاف جديد يعني ماكو اي مشكله مثلا اليوم وياك باشر وياك شيء طبيعي هاي كره القدم من كنا لاعبين اليوم بالزوراء يوم بالجويه ويوم بالوكره فالمدربين مدربين نفس الحاله فقلت له كابتن اذا اكو هيك عندك ببالك فانا حاضر يعني ما عندي اي مشكله قال لا بالعكس انت اول الموجودين وياي وان شاء الله بدايه الموسم راح نعد الفريق وهاي الفتره راح نتواصل انا وياك وبالفعل تواصلنا انا وياه على مشروع لاعبين لا 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 دقيق وهواي لاعبين دقيق يعني قال لك بعد ظهور حديث السوشيال ميديا بانه علي خارج الزوراء قال لك لا انت من خياراتك تبقى وياي هو موجود الكابتن ايوب حتى تقدرون تسالونه بالحرف الواحد قلت له كابتن اذا ما تريدني ماكو اي مشكله حتى هم عندي وقت عندي وقت اشوف فريق انا عادي ماكو اي مشكله طبيعي. قال لي لا بالعكس قال لي هاي اصلا اكو جماهير بعض الجماهير الانديه يريدون يشتتون الفريق ويشتتون الكادر التدريبي على بعض اللاعبين فقال انت وياي وان شاء الله تستمر وياي الموسم القادم وانا اريدك من ضمن الاسماء اللي موجوده انت وباسم العبي باقي بالكادر التدريبي شنو تفسيرك كابتن علي الموضوع؟ اكيد قعدت بينك وبين نفسك في لحظه صفاء قلت شنو التفسير المنطقي لهذا التصرف؟ والله الصراحه ما اعرف انا الصراحه تفاجئت غير اقول لك صدق فاجئت يعني خاصه من الكابتنيه بس المفروض حتى لو يحكي وياي دقيقه اتصل بي او يدز لي مسج علي انا ما احتاجك وعندي مدرب راح اي والله يوفقك والله يوفقك ان شاء الله والانديه هوايه والدور طويل طيب استلمت مستحقاتك الماليه من الزوراء؟ لا لا مو كلهم مو كلهم تطلب ايه كمدرب لو كلاعب لاعب ومدرب يعني من كنت لاعب اطلب من تقريبا 100 مليون او 80 مليون ومن مدرب نفس الوقت هم اطلبهم مبلغ واشتكيت؟ لا لا بس هذا حق يعني ما حق بس انا يعني علاقتي بالنادي يعني مو عوف الاشخاص على صفر انا علاقتي بالنادي غير يعني مو شيء ضروري اشتكي على النادي لا بالعكس اذا هم يقدروني ويدزون علي يكرموني او ينطوني مستحقاتي او شيء هذا من واجبهم هو صحيح بس هذا حقك مو تكريم لا اقصد تكريم يعني يكرمون او لان طلعت من الفريق او يتكلمون معاي هاي كافي بس انا الصراحه ما اعرف شنو اللي صار بين الكادر وبين الاداره وبين ما اعرف بالضبط زين خل اكون وياك اكثر جراه عدم مطالبتك بحقوقك قانونيا من الزوراء خوفا من جماهير الزوراء حتى لا تزعل على علي حسين الرحيمي اني؟ لا لا بالعكس لا خوب انا من كنت لاعب وطلعت من النادي وصارت من 2017 انا تركت كره القدم وكنت اطلبهم مبلغ عالي اكثر من المبلغ اللي موجود حالي بالنادي وانا كمدرب اطلب يمكن 80 مليون او 100 مليون ما حاسهم بالضبط يعني مبلغ عالي صح؟ طبعا وما طالبت ماني قلت لهم وهم قالوا لي يعني قالوا لي شو وقت ما يصير عندنا ان شاء الله نسددك ولحد هذه اللحظه ماكو اي تسديد اذا 100 مليون ما محتاجهم على حسين الرحيمي الله يزيدك
اذا 100 ما تطالب بيهن وما محتاجهن. لا هي مو شرط ما محتاجهن، بس انا يعني صعب علي اشتكي على نادي الزهراء، لان هذا النادي يعني ممكن طفل احب النادي واشجع النادي وصرت لاعب بالنادي وحققت انجازات مع الفريق وعلاقتي طيبه بالاداره بالجمهور، فاشوفها صعب علي اشتكي. زين زين، ما دام تحدثنا بالديون واحنا اليوم اكو موجه حديث عن التراخيص، صح، بالدوريات المجاوره او الاخرى اللي مثلتها، هم يصير هيج تلعب النادي ويخلص الموسم ويطوك ورا موسمين او تبقى تطلب؟ لا لا بالعكس، ما صاير انا وياي. انا لعبت بسوريا 6 شهور اخذت فلوسي كامله، لعبت بليبيا سنه ونص فلوسي كلها، دفعه قطر مثل 100 مليون مثلا، يعطونك مثل 30% 30 مليون، الباقيات يقسمون لك اياهن من شهر مثل شهر 9 رواتب، شهر 5 رواتب. هو من نال شهر 5 اخر مباراه بالدوري تكون خلص عقدك، يعني ماخذ فلوسك كلهم، كل الانديه اللي لعبت بها. طيب اريد اعرف شلون كانت تجربتك كمساعد مدرب بالزوراء؟ هسه تحدثنا عن العتب وعدم الشكر، لا كتجربه مساعد مدرب بنادي بحزم الزوراء. وشي اكيد تجربه ناجحه بالنسبه لي، استفاديت منها كثير. اول شيء استفاديت منها فنيا، كابتن عصام حمد اشتغلت وياه ومع الكابتن زميلي الكابتن حيدر عبد الامير، بعدها كابتن عصام استقال، استلم الفريق مباراتين او ثلاث مباريات من الكابتن حيدر. الحمد لله الفريق مشى بصوره طيبه، بس تعرف الجماهير ضغطها عالي على الادارات، مدرب لازم بالزوره لازم يكون اسم تدريبه عالي، يعني مثلا صحيح. كابتن ايوب، كابتن راضي، كابتن باسم قاسم، يركزون على هالاسماء، مو اي مدرب يدرب نادي الزوره، فلذلك اشوف الجمهور دائما يطالب الاسماء الكبيره نادي الزوره ومن حقهم هذا. فلهذا انا اشوف التجربه ناجحه. موسم واحد حصلت على بطوله كاس السوبر، اخذنا بطوله كاس السوبر رغم انه الموسم لم يكن مميزا للزوراء. اي صح، كان صعب، كان صعب بالنسبه لنا، ويعني احنا الدوري من فتره يعني طويله ما قدرنا ننافس عليه، تقريبا قبل الدوري اللي ينحسم بفتره 8 جولات الى 10 جولات، هاي شيء صعب على نادي الزوراء. بس لحد المباراه النصف النهائي مع نادي الكرخ احنا كنا نستحق ان نكون متواجدين بالمباراه النهائيه، بس شوي الفريق ما توفق، فلذلك يقول هذه تجربه ناجحه بالنسبه لي. استفاديت اكيد من الكابتن ايوب. انت اشتغلت مساعد بالصناعات الكهربائيه مع عباس، واشتغلت بالزوراء مع ايوب، شنو الفرق بين التجربتين كمساعد مدرب؟ والله تقريبا نفس، ماكو فرق بيناتهم، بالعكس كابتن عباس عبيد من المدربين الجيدين، واستفاديت من عنده واشتغلت مع كابتن ايوب. لا من يسمع اكثر المساعد ويتشاور وياه ويعطيه مهام؟ والله الصراحه يعني كابتن عباس يعني اكثر شوي، اكثر اي اكثر شوي، يعني يتشاور كثيرا، يستمع للمساعدين، وبنفس الوقت كابتن ايوب هم يستمع للكادر التدريبي المساعد وياه، بس مرات يعني القرار يكون له، دائما يتخذ قرارات يعني خاطر القرارات المصيريه بالمباراه هو يتخذ. اي هو يتخذها. ممكن تتكرر التجربه نشوفك مساعد مدرب في، لا بالنسبه في نادي اخر؟ بالنسبه للصراحه انا سبق ما تكلمت، انا اشتغلت فترتين مساعد مع نادي الصناعات ومع نادي الزوره، فاكيد كل مدرب شاب طبعا. طموح عنده طموح يكون مدرب اول، والحمد لله والشكر انا يعني مثلت افضل الانديه الموجوده بالعراق، مثلت المنتخبات الوطنيه تقريبا 14 سنه الى 15 سنه، محترف 12 سنه خارج العراق، اشتغلت مع مدربين اجانب على مستوى عالي ومدربين عراقيين. اذا شنو القرار الواصل لك كابتن علي؟ استفاديت خبره من عندهم، فان شاء الله اخذت الشهادات اللي هي السي والبي، ان شاء الله الفتره القادمه راح اخذ ان شاء الله الاي. المشروع القادم فلذلك ان شاء الله اطمح اكون مدرب فريق اول، بس تصلح الفرصه ان شاء الله اذا كانت بالعراق او خارج العراق. حلو، شلون تشوف مستوى دورينا كابتن علي فنيا؟ والله مستوى متقارب الصراحه، يعني انا اشتغلت هاي السنه السابقه مع الزوراء كادر التدريب ومع نادي الصناعات، يعني اكثر الفرق مستوى متقارب، يمكن عدا ثلاث فرق او اربع فرق اللي هي شويه فارقه على الباقي، بس الباقي من المركز الرابع يمكن المركز العشرين مستواها متقارب الفرق. منو من الانديه عجبتك تعاقداته هذا الموسم؟
والله الزوراء تعاقداته ممتازة، لاعبين جيدين، لاعبين إذا كانوا محترفين أو لاعبين مواطنين، وبنفس الوقت نادي الشرطة، نادي قواجية، كل الفرق استقطبت لاعبين جيدين. الوضع الرياضي بشكل عام شلون تشوفه كابتن؟ يسير بشكل جيد؟ منتخب بلا مدرب، الدوري لحد الآن ما نعرف مجهول مصيره. والله أستاذ علي تعرف أنت الاتحاد استلم زمام الأمور تقريبا صار له سنة، صح؟ صح. إحنا لحد هذه اللحظة ما شفنا شيء باين للعيان، يعني ما 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 شفنا في شيء اختلف عن الاتحاد السابق أو اللي قبله. بالعكس أنا أشوف الاتحاد القبله واللي قبله كانوا أفضل من الاتحاد الحالي. صراحة. يعني الصراحة واضحة، يعني إحنا. يعني أنا لو قلت لك قيم لي عمل اتحاد عدنان درجال من 100 إيش تعطيني نسبة؟ حالياً؟ إيه. ممكن إذا جاملهم الطيم 30 أو 40. والله. والله. هاي مجاملهم. هاي مجاملهم. لأن ماكو شيء. شو هسه أنت حتى موجود. دور ثاني ما يلحق لهم على هيدا. أنت موجود. أنت موجود ومتابع أكثر من عندي. أنت شوف شنو الشيء صار الجديد. مو تعرف أنتوا أخلى. أسمح لي. أحنا أبسط شيء. أبسط شيء صديق أبسط شيء. إيه. الدوري الموسم القادم. ما حد يعرف شنو. سنة شهر 9 انتهى. صحيح. ما نعرف بعد الايام المفروض اليه الدور شنو. صحيح. من الفرق اللي هبطت الميناء يقولون احنا مع احتراماتنا نادي الميناء وكل الانديه الكبيره الموجوده بالعراق كل انديتنا كل الانديه تقول احنا باقين كل احنا تقول احنا باقي الميناء يقول باقي بغداد ممكن بغداد يقول ممكن باقي دهوك صعد دهوك صعد يعني هسه ما تعرف من سامره يقول كملنا التراخيص سامره كملنا التراخيص انا شفت التراخيص هسه نازله كل الانديه نزلت تراخيص الميناء تراخيصهم زين 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 على طاري هذا لأن هذا مو رأيك وحدك بالمناسبة يعني أنتم كجيل اسمح لي أتحدث بجيلكم 2007 رأيك نفس رأي هوار ناقم من الوضع الرياضي نفس رأي صالح ناقم من الوضع الرياضي يمكن نور يتفق وياكم في بعض الجوانب وأسماء صح على عكس النصف الآخر من جيلكم اللي يرى أنه هذا الاتحاد هو المستقبل وهو المشروع وهو مثل يونس مثل شكرون مثل مهدي مثل يمكن نشأة يتفق احنا أكون قسام بالآراء أقصد احنا يعني من نشوف شيء جيد لبلدنا او كيف اكيد نرتاح طبعا فشيء صار فشيء جيد احنا غير كون نشوفه اللي هو ماكو هسه انا ما جاي نشوف ماكو هسه انت تشوف شيء كارتات ملونه مع علي حسين رحيم طفرت من التعال مو ما تقبل تجي كارتات كابتن ايش تختار انا احب الاحمر اول مدافع يحب الكارت الاحمر وهذا جاء في الكارت الاحمر لماذا رفضت العمل كمساعد مدرب في منتخب ناشئي العراق والله هي صار اكو كلام اي من ناس يعني بالاتحاد وناس مقربين بالاتحاد انا من اصدقائهم انا اشوفها صعب أنا ما تليق به. وضح لي أكثر حتى لا يفهم المشاهد أو يفهم تصريحك خطأ. شنو يعني ما تليق به؟ يعني مع احتراماتي للكابتن أحمد كاظم واحتراماتي لكل الإخوان الموجودين بالكادر التدريبي. أنا ما ردت أشتغل منتخب الناشئين. يعني أشوف طموحك غير طموحي لا طموحي غير الفئات طموحي أكبر. حلو، طموحك تدرب أول يمكن. طموحي أكبر. زين. وصارت مفاتحة رسمية لو حديث جاء بشكل خاص لا بس يعني من الناس بالاتحاد منو مرشحك؟ منو رشحك؟ من الأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد يعني اللي اتصل بي؟ اي منو خلى اسمك؟ منو اتصل بيك وبلغك قال لك اسمك ترى مطروح؟ يونس يونس محمد؟ اي وانت قلت له لا ما اشتغل قلت له صعب وما اشتغل بالمساعد ألوان مع علي حسين رحيم يا لون تختار؟ زمراي هذا ازرق ترى مو ابيض مو ابيض نحكي عليه اطار لا هذا القيثاره ماذا جاء في اللون الاخضر لو كان القرار بيد علي حسين رحيمه لتختار او ليختار مدرب المنتخب الوطني للمرحله المقبله من ستختار والله هو اكو خيارين عندي اذا كان خيار مدرب محلي فاختار الكابتن راضي الشنيشي اللي يستمر مع الفريق طيب بس مو يستمر هاي بعدين فس واذا اجنبي واذا اجنبي اذا اجنبي اختار
بس صعبه ما يجي من مدربين مثلا ما تعطيني اسم. انا اتمنى بورا. بورا اي زين هسه كمل شنو بالنسبه للخيارين يعني الخيار الاول اللي هو الكابتن راضي شنيشل. ليش ما اريد الكابتن راضي شنيشل يستلم الفريق 6 اشهر او سنه ننطيه فتره او اقل فتره او مساحه يستلم هالمنتخب اقل شيء المفروض 3 سنوات 3 سنوات هسه احنا ايش قد 2022 صح ننطيه ل 26 ل 26 ل 26 اربع سنوات اربع سنوات لان الكابتن راضي يعرف الدوري العراقي يعرف اللاعبين يعرف المحترفين عنده وقت مساحه واسعه يقدر يختار اللاعبين يقدر يسوي معسكرات يعني هواي يقدر يسوي امور تفيد الفريق فلذلك انا اخترت كابتن راضي شنيشل المدرب صراحه مدرب كبير صاحب اخلاق عاليه زين راح يساعدنا فراغ بالاولمبيك بالاولمبيك اكو مدربين هواي اكو مدربين اكو هواي عندنا اسماء شابه يعني انت مو مع انه نجيب مدرسه اجنبيه تستلم المنتخبات ونجي نطور ونبني يعني كلها كذب كلها كذب والله شلون يقولون اليوم كلش صريح اي والله أي. هذا الكلام بالمنطق ما 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 ما, ما, ما ينعقل يعني العراق يجيب مدربين على اربع فئات اشبال ناشئين شو خمس فئات اشبال ناشئين شباب اولمبي اول كادر واحد كله برازيلي او اي مدرسه أو اي مدرسه يعني بس احنا الاقرب ان المدرسه البرازيليه صح كل المدربين تقول صعب يعني صعب وما يصير انا اقول لك اياها انديه قامت تتعاقد ويا مدارس كابتن مو منتخبات لان اول شيء مو اي مدرب يجي هاي اول شيء اي مو اي مدرب يجي ثاني شيء شغله الاموال اموال ايراد كثيره شفت الاتحاد مدرب عراقي يبكون ما يجيبونه ما عندهم فلوس منو طلع وقال عندنا فلوس ولا واحد يا هل يطلع يقول ماكو فلوس مو جاي ياخذون جبايه من اللاعبين اي واحد يشتكي ياخذون منه مليون ايش قد صارت هسه ميزانيه الاتحاد على هاي اللفه ما ادري بعد فقلت لك انا شغله صعبه هاي ما ادري ممكن بس انا ما سالتك بموضوع الجبايه عادي واحد يدفع مليون حتى يشتكي حتى ياخذ حقوقه كابتن والله انا اول مره اسمع اول مره اي والله اول مره اسمع لعبنا بكل الدول وسافرنا لكل الدول وكل الاتحادات نعرفهم ما سامع ما صايره هاي مال مليون زين انت صريح اليوم كلش بهذه الصراحه لا انا دائما انا صريح جيد لا بس اليوم الصراحه هاي كاشف الغطاء لا رايك بمستوى المنتخب الوطني بالمباراه السابقه والله فنيا متواضع متواضع اي متواضع بس اكو اسباب لان يكون متواضع اللي احنا حكينا بها هاي اكو اسباب لان يكون متواضع اول شيء اللاعبين فتره قليله تجمعهم صار لهم 5 اشهر ما لاعبين صار لهم 5 اشهر ما لاعبين لاعبين كابتن راضي يريد لاعبين يجرب يشوف هسه لا لا اعرف هالاسباب انا بس ردت رايك طيب شاشه كوره ماذا جاء فيها انا جمهور الجوي احبهم احب الجويه وما عندي شيء وياهم الله شاهد الحجيه الله يحفظها الله يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله اكيد كل هذا اللي انا بيه فضل دعاها وبدعاء الوالد طبعا شو شجع هي الحجيه؟ ها؟ هي زورائيه وجويه وكل شيء كل شجع وين ما يروح عليها وين ما يلعب يشجعني زين اخوتك عقيل ما فد يوم شجعتهم ما فد يوم هي لا 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 ليش انت ماخذ الحصه الاكبر؟ لا الان 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 ابنها الكبير وعقيل يعني عباس ومخلد يعني مظلومين ومثلت الانديه الجماهيريه ومحترف ولعب منتخب فلذلك تتعاطف وياي منو كان احسن لاعب ببيت رحيمه؟ احسن لاعب؟ اي بيكم كاخوان والله هم صراحه عائلتنا كلها لاعبين وكلهم زين الافضل اليوم ارد ازعلك ويا اخوتك الافضل؟ اي اكيد اني لا لا من بعدك التواضع من بعدك حيدر اه والله حيدر كلش خوش لاعب كان زين شاشه كوره وماذا جاء فيها طلع على رحيمه ما عندنا لاعب يعني يفكر حد عوض مكان علي رحيمه يبني لعب ما عندنا كل الدفاع العراقي كل الدوري ما شفنا لاعب انه عند الحيازه يسوي لعب ويصعد يسوي دبل باص او يباغت حال العالم هاي 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 مو نظريه هاي مساله عمليه تطبيق قول ما حد عوض مكان علي رحيمه اكيد تحياتنا لاستاذنا كاظم الرباعي تعرف كل لاعب امكانيته يعني الحمد لله والشكر اني عندي امكانيه بان اكون قائد
للمدافعين وقائد الفريق، ودائما احب ما احب الكرات المشتته، دائما احب الكره تطلع من الخلف. اكثر المدربين اللي اشتغلوا وياي يعرفون ستايل ويعرفون لعبي، فلذلك دائما يعتمدون باللعب من الخلف. اتذكر في يوم مباراتنا مع مباراه ضد منتخب الاردن بالاردن، كان مدرب الاردن الكابتن عدنان حمد، قبل المباراه قال لي ولا خليك تلعب باص، هذا انا اتذكره والله، خلى وياي احمد هاي المهاجم مال الاردن خلاه واقف وياي، ما خلاني استلم اللعبه كلها والله، بس بالقطع اقطع كره بس ما اقدر امشي دربل ضغط شنجني ما خلاني اسوي. المدرب الوحيد اللي يعرفني لان عارف لان يشتغل وياي يعرفني زين. تجربة دولية طويلة لعلي حسين رحيمة والآن مدرب، فأعتقد من تجي المقارنات صار عندك رؤية واضحة بالمقارنة، فلو سألتك فنيا كقلب دفاع على مستوى تاريخ المنتخبات الوطنية اختار لك اسمين، علي حسين رحيمة وعدنان درجال، منو الأفضل؟ يعني أنا وكابتن عدنان؟ ايه. لا صعبة تسألني اليوم، صعب لي يعني انت موجود؟ اي الناس تقيم، بس الحمد لله وشكر يعني كثير من الجماهير او الناس المتابعين او الرياضيين او اللاعبين، حتى اللاعبين اللي موجودين بجيلي، يعني ما اقول لك انا افضل من كابتن عدنان او افضل من كابتن راضي شنيشن، اقول قريب عليهم. انت تدري ذاك يوم احنا جلسه رياضيه اكثر من ساعه صارت بها مقارنات يونس حسين سعيد رحيمه درجال نعيم أجيال القديم والشباب، فهذا يصير حديث فتقول أنا صعب أقيم نفسي. أوكي اختار لك غير اسمين، عدنان درجال راضي شنيشل، من أفضل؟ من أفضل ستايل واحد على واحد يختلف، بس نفس المركز نفس المركز بس ستايل يختلف. أنت تقول منو الأفضل؟ أنا أقول راضي شنيشل. شنو لأن ستايله قريب على ستايلي، أنه يبني لعب وعادي. درجال بشنو كان يتميز؟ معناها من تقول راضي افضل من عدنان، هذا استنتاج انه علي حسين حيمري نفس ستايل راضي افضل من عدنان. شوف شلون استنتج. لا لا ما اي لا بس اللاعبين الصراحه لاعبين كبار. زين المستطيل الاسود تختار مركز قلب دفاع، ماذا جاء في مركز قلب الدفاع؟ لاعب عربي كنت تتمنى ان يكون عراقي ليمثل المنتخب الوطني. لاعب عربي؟ اي والله اللاعبين كثار، بس محسن متولي بسبب لاعب المغربي كان معي مانا عند الوكره، حاليا يلعب بالرجاء اليسراوي يمكن. لا 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 ذاك انور ديبه، ذاك انور لا اجا ورا محسن متولي. شنو مميزاته؟ لاعب مميز. ها لاعب مميز يعني لو كان بالمنتخب يسوي لك فارق بالمباراه، يعني بس يستلم الكره يسوي فارق. يعني كنا بنادي الوكره خاصة المباريات الصعبة نشوف احنا كلنا ندافع 8 لاعبين 7 لاعبين بس تستلم الكرة نلعب اللي هي هو يخلصها. طيب المستطيل الأسود هسه يا مركز ارتكاز، ماذا جاء في مركز الارتكاز؟ ها راح تختار لي شك مركز لعبت فيه. ها من الأفضل في خط الهجوم، يونس محمود أم حسين سعيد؟ هاي الحلقة حلقة المقارنات. أحمد راضي. أحمد راضي أحسن منهم اثنين هم. بالنسبة لي فنيا طبعا أحمد راضي الله يرحمه أظلمته فنيا، بس يونس محمود هداف هداف بالفطرة، بس إذا تشوفه فنيا كأداء داخل المباراة تحركاته من يستلم الكرة هواي عنده مميزات. لو خليت لك اسم بصف يونس ونقارن، عماد محمد. عماد محمد لاعب ممتاز الأفضل أريد كان يعني عماد لو يونس انت مدافعي وتعرف المهاجم اللي تحسب الحساب من تلعب ضده. والله اثنينهم ما اقدر اختار واحد منهم، يونس وعماد اثنين مهاجمين على مستوى عالي. زين المستطيل الاسود هسه مهاجم، ماذا جاء في مركز ام لاعب مهاجم ترى وين بيا ناشين قوه جوي شوف مهاجم. اسوأ انتقاد إعلامي واجهته خلال مسيرتك بكرة القدم؟ يعني فنيا؟ لا انتقاد فني شخصي مش تتذكر، ما حبيت هذا الانتقاد هسا مثلا. أنا أتذكر خل أستذكر وياك، جوز هو مو الأسوأ، جوز أكو أسوأ، فد مرة انتقدك حمود سلطان. جاي أقولها صدق؟ والله العظيم سبحان هي ببالي ايه.
هو هذا الشيء الوحيد صراحه، باقي ما عندي يعني ما عندي اي شيء. نوضحها، شنو اللي انت صرحت تصريح وهو ما قبل يمكن على الغرافه؟ هو انا ما صرحت شيء غلط، بالعكس كانت مباراتها مع نادي الغرافه كنا متعادلين 2-2 الدقيقه 94 صارت لهم ضربه جزاء، مو جزاء ابد، مو جزاء هسه لو تخلي 20 الحكم مو جزاء. فكان الحكم الخامس اللي هو اللي ورا الهدف انا واقف احكي ويا الحكم، فانا كابتن فريق، فقلت له كابتن بس شوف الحكم الخامس، يقول له مو جزاء، انا شوفه يقول له مو جزاء، يصي عليه، لذلك دكا جزاء، يعني عاندني الا يسوي الا يدكا جزاء، فدكا وخسرنا المباراه. بعد المباراه طلعت تصريح على قناه الكيس، قلت الصراحه اليوم اللي يصير قبل عندنا 3 نقاط السبب الحكم، مع احترامات نادي الغرافه بس ما يستحقون الفوز، بس انفعال السلطان بطريقه تعرف هو يعني موجود بقطر علاقته باداره الغرافه هو يشجع الغرافه لذلك فريقه، بالعكس وراها اتصل بي وتراضينا انا ما في اي شيء بينهم. زين وانت بس الصراحه الاعلام العراقي ما قصر بوقتها، كله كان ساندني وكله كان وياي، لان انا ما طلع من عندي شيء غلط. على طار الرضا والزعل، بعد تصريحاتك الاخيره تجاه عدنان درجال جمعكم اتصال؟ لا لا شيء من هذا ابد؟ لا لا ماكو اتصال بينا ولا صديق مقرب يعني بادر ان يجمعكم اثنينكم باعتباركم نجوم واسماء؟ لو انت اصلا بعد ما فكرت لا لا اصلا انا ما افكر بهذا الموضوع، وانا الحمد لله ما احتاج لا عدنان درجال ولا عدنان درجال، الله لا يحوجك الاحد، بس انتم نجوم واسماء وانت مدرب وهو رئيس لا التحال. بس هو مقصر، مقصر ويا الكل مو بس ويا علي رحمه، يعني تسامح هذا الكلام من غير علي حسين رحمه؟ كثير، اعطيك اسماء، اعطيني اسماء من نشأت نور هذول هو هوار اكثر، خاصه اللاعبين جيلنا اللي موجودين، ممكن بس يونس قريب علي، الباقي ترى كلهم مو قريبين على كابتن عدنان. زين يونس بالعكس قبل الاتحاد احنا كنا سوا، صحيح اشوف مقاطعكم وسنابات وطلعات وقطر وكان هنا انا موجود هو بالعراق كان من في ذيك المرحله مال القناه مال محكمه الكاس وهاي الامور، فكان اتصال وياه يعني شبه يومي، اذا مو يومي بين يوم ويوم، بس قلت لك انا من ما اعرف شنو السبب. زين يونس محمود اللي هو الاقرب لكم، انت قلت درجال تغير ورا المنصب، يونس تغير ورا المنصب؟ لا ابدا لا على تواصل دائم؟ لا لا يونس على تواصل انا وياه، يعني قبل اسبوع يعني انا شفت بقطر كان بيناتنا يعني اتصال على موضوع، وقبل 3 أيام 4 أيام كان عنده تواصل وياه، يعني علاقتي بهم الصراحه كل الاخوان اللاعبين اللي خاصه اللي بجيلي علاقه ممتازه. اسئله سريعه مع علي حسين رحمه. ها جاهز؟ أسئلة سريعة هي جاهز. أفضل مهاجم واجهته على صعيد المنتخبات؟ هاري كيول استرالي. إيش معنى؟ ما اختاريت مثلا من إسبانيا، ما اختاريت من لو لأنه دائما يسجل، لأن دائما تصير لعبات ويا استراليا، فممكن ذيك لعبة واحدة لعبنا مع إسبانيا. مدافع بالدوري لم يأخذ فرصته مع المنتخب؟ 2 عباس قاسم تحياتنا له، سامال سعيد. سامال تحياتنا لهم صراحه، كانوا مفروض الفتره السابقه كانوا يكونون متواجدين، خاصه من احنا طلعنا المفروض هم يكملون مكاننا، بس سامال لعب وكانوا مميزين، لعب هواي بالمنتخب سامال. منو سامال؟ لا لا ما لعب هواي، لعب صح وكان يجي ويانا ما يلعب، بس اكو فتره كان يكون موجود، خاصه فتره يكمل المسير، فتره القوه الجويه اللي كان القوه الجويه كان موسمين او 3 مواسم كان هو يكون افضل مدافع بالدوري اختاروه واسمه ما موجود بالمنتخب. عباس قاسم نفس الحاله. افضل مدرب اجنبي قاد المنتخب الوطني؟ بورا في كاس القارات، ولو هي فتره قصيره ما تعتبر، بس يعني كان تعامله ويا اللاعبين، تمرينه يعني لازيكو افكاره داخل الملعب، يعني هواي تغير، هواي غيرت لنا امور، لا فييرا لا هاي الاسماء اللي لا لا هم جيدين ما اقول لك، بس لا انا احكي لك المميز بورا وبعد يعني فييرا زيكو
سيتكا كلهم ذكرتهم. اي كلهم، بس يعني الافضل من عندهم كان بورا. افضل حارس مرمى بتاريخ الكره العراقيه نور صبري. هاي عنصريه لانه من جيلك لو هاي حقيقه؟ لا والله انا اللي اشوفه نور صبري. نور صبري، تحياتنا لابو زين. تحياتنا ابو زين. قرار رياضي ندمت على اتخاذه. قرار ندمت على اتخاذه اعتزالي. والله والله لحد ورا سنه يعني مشكورين اداره نادي الزوراء والكابتن كان بوقتها حكيم شاكر كان موجود هو المدرب الفريق متمسكين بيه ورا سنه قاعد ما لعب كانوا يريدون اكون موجود مع الفريق بس انا ما ردت اكمل يعني انا اخذت دوري والكاس مع الزوراء فلذلك قلت صعبه اكرر هذا الانجاز مع النادي ف احنا بيه قلت احسن هسه سامر جاي يلم الشمل ما شاء الله ها ودزلنا وصمه قبل الحلقه ارجع للديوانيه ولعب اكيد اتشرف بنادي الديوانيه بيك لعب ها؟ ها؟ لا بيه لعب بيك شوط شوطين؟ لا بيه كم؟ ثلاث شوط متتاليه بس صعبه بعد اسم وتعليق راح اعطيك اسماء وتعلق عليها حسن عبد الكريم حقوقيه اكيد تحياتنا له اتمنى له التوفيق مع المنتخب ومع نادي الزوراء لاعب شاب لاعب مميز اتمنى ان شاء الله الفتره القادمه يطور نفسه اكثر ويقدم نفسه مع نادي الزوراء واتمنى ان شاء الله يكون الموسم القادم موسم جيد بالنسبه له ويكون بالاحتراف كان لك دخل بصفقه حسن عبد الكريم مع الزوراء نعم شنو دخلك يعني انت عراب الصفقه يعني انت مساهم بهذه الصفقه يعني ما اقول لك 100% بس يعني كنت موجود يعني اللي شيء يعني كل قناة تواصل بين الطرفين ما. وأنت اللي أكملت الحمد لله يعني أنا حتى من أنا دائما يعني من أسوي شيء ما أقول أنا سويته بس سألك اللاعب كابتن سألك اللاعب لك إذا أروح للزوراء مثلا شيء يختلف انصحني طبعا ما هو تكلمنا بهواي أمور أمور تفيده هو بالنسبة له أنا هاي. مثلت الزوراء ومثلت قوة جوية وطلعت برا فأكيد أنا فاهم أكثر من عنده تجربة طبعا فأكيد يستشيرني بأمور فأتمنى له التوفيق صراحة لعب مميز أتمنى له التوفيق إن شاء الله الاسم الآخر زيدان إقبال صراحة لاعب جيد لاعب شاب يلعب بأفضل فريق من أفضل الفرق في أوروبا بس هو لحد الآن يعني ما لعب بالفريق الأول صراحة يعني المباريات نتمنى نشوفه أكيد فخر انك عراقيين لاعب من بلدنا يمثل هيك نادي كبير بس نتمنى ان شاء الله يكون متواجد مع الفريق والاستمراريه لان من يلعب راح يفيد نفسه ويفيد المنتخب العراقي. زين هاي الحلقه هواي قارنا فخلينا نقارن زيدان اقبال ام نشأت اكرم؟ شنو هذا بعده صغير بعده ما لاعب اصلا. كمواصفات لاعب كابتن. مواصفات لاعب؟ ايه. لا طبعا نشأت. نشأت. ايه. ونشأت وين اكو منه؟ والله؟ والله صار لها من بطل لحد انا شفت لك لاعب مستوى نشأت فنيا. تقدر تقول نشأت افضل لاعب وسط أفضل بتاريخ. افضل لاعب وسط شفت ايه. تاريخ الكرة العراقية. يعني هو من افضل اللاعبين، هسه انا مو يقولون افضل مدافع بالعراق، انا ما اقول انا افضل مدافع بالعراق، اقول من افضل اللاعبين اللي اجوا على الكرة العراقية بهذا المركز، فنشأت من افضل اللاعبين اللي اجوا بهذا المركز، يعني عندنا كان ليث حسين. طبعا مميز طبعا واكو لاعبين الاسم الاخر علي فائز تحياتنا الكابتن علي صراحه لاعب ممتاز انا من اول ما شفته من كان بعد صغير اجى ويانا مع المنتخب الوطني كانت عنده مواصفات اللاعب القائد داخل الملعب اشوفه ستايله قريب على ستايلي صراحه دائما يحب يلعب كره من الخلفيه اكيد اتمنى له التوفيق مبروك التوقيع مع نادي الطلبه نادي الطلبه نادي كبير شنو رايك بهذه الخطوه خطوه انتقاله الى الطلبه اكيد هو الاعرف بالنسبه له بس انا حكيت وياه بهذا الموضوع يعني هو من اصدقاء المقربين الصراحه نادي الطلبه نادي كبير سبق وان مثلت انا موسم 2002 2003 بالانديه الكبيره صاحب قاعده جماهيريه كبيره الصراحه الموسم السابق شويه رجع الوضع الطبيعي لنادي الطلبه اللي نعرفه استقطابات جيده هذا الموسم عندهم تقريبا
لاعبين مميزين استقطبهم اذا كانوا لاعبين منتخب او لاعبين محترفين، كادر تدريبي على مستوى الكابتن ثار احمد واخوان المساعدين اذا كان حيدر احمد او المساعدين الكادر التدريبي، اكيد اتمنى لهم التوفيق واكيد اتمنى التوفيق للعلاوي. زين خل احكي عندي المعلومات، انت كنت ساعي بان تكون صفقه انتقال علي فائز الى الزوراء، بس ما اعرف شنو السر اللي خلاها ما تكتمل الصفقه، صح؟ أنا هواي أكو لاعبين مو بس علي فاز، عندك درغام إسماعيل. درغام أيضا رد نفس الحال. كنت أشوف بيهم إنه يخدمون الزوراء هذا الموسم. إيه بالعكس لاعبين جيدين، لاعبين بيهم ثلاث سنوات أربع سنوات. كانوا الزوراء يقدرون يستفادوا من عندهم. بس الرفض ما كان إداري. لا لا فني. 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 أيوب قال ما أحتاج هاي الاسمين. ممكن هو عنده لاعبين مخليهم فكره بباله قبل ينتهي الموسم، بس استغربت من بس انا صراحه يعني حكيت وياه في هذا الموضوع الكابتن ايوب، قلت له مثلا اكل فلان وفلان 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 من ضمنهم علي فاز ودرغام، يعني بحكم علاقتي بيهم وانا هم يحبوني يقدروني، فتمنيت ان يكونوا متواجدين معنا مع الفريق، وقلت لك انا سبق بدايه البرنامج قلت لك انا هواي اكو لاعبين طرحتهم على الكابتن ايوب وكان بيناتنا تواصل، بس قبلت بالعكس الحية قبلت بالعكس. نقول مبروك صراحة نادي الطلبة على توقيع ما هيش أسماء، إذا كان درغام أو كان الفائز عندهم لاعبين مميزين وقاع، يعني هواي عندهم لاعبين جيدين الصراحة، أتوقع الطلبة هذا الموسم راح يكون غير. إذا اجتاز التراخيص شو رأيك بالتراخيص واللي جاي يصير بالعراق كابتن علي؟ والله هو انا شفت تصريح الرئيس لجنه التراخيص قبل تقريبا يومين، يقول احنا اذا نطبق التراخيص 100% ولا نادي راح يشارك بالدوري العراقي ابدا ابدا، هو قال مو اني. فلذلك يعني اكو تلاعب بها تلاعب اي عندي على حساب عندي ممكن يصير تلاعب، بس تلاعب بس تلاعب بسيط يعني واضح يعني خاضع المزاجيات. ايه والله انا هذا النادي احبه لو اخاف من جمهوره لو شنو يصير هاي يصير، احنا عندنا بالعراق صاير يعني شفته بالزوراء وكل الانديه. زين مباراتنا الثانيه امام سوريا كابتن علي، شو تشوف شنو قراءتك؟ او السؤال الاهم، مهما كانت النتائج نتيجه المباراتين هل يتحمل اللاعبين والجهاز الفني النتائج بهذه الظروف؟ لا بهاي الظروف انا الصراحه ما احمل لا الكادر التدريب ولا اللاعبين على النتائج. ممكن منتخب عمان صار له فتره نفس الفريق، ممكن صار سنتين سنة او سنتين المدرب نفس الحاله، الكابتن راضي يعني معذور يومين، واللاعبين اكثريتهم جدا ترى انت يمكن اربع لاعبين خمس لاعبين اللي هم اللاعبين الخبره اللي هو جلال امجد، اللاعبين اللي موجودين ايمن بشار ما موجود بايش يعني خمس لاعبين ست لاعبين، الباقيين كلهم لاعبين جدد وخاصه اللاعبين المغتربين. يعني تعرف المناخ باوروبا يختلف عن المناخ موجود حاليا هنا، فاشوفها صعبه، فلذلك اتمنى لهم اكيد التوفيق ان شاء الله يوم غد. شنو الممكن ممكن كابتن راضي يوم غد راح يلعب اكثر عدد لاعبين اللي ما لعبون المباراة السابقة، لأن يريد يشوفهم يريد يجرب، لأن هو مثل ما تفضل كابتن هو مدرب منتخب أولمبي، أكو لاعبين يقدرون يمثلون منتخب الأولمبي فلذلك ممكن يشوفهم باكر. زين شنو المكتسبات اللي ممكن نحصلها من هاي المباراتين؟ فقط اكتشاف أكثر عدد من اللاعبين الجدد؟ اكتشاف أكثر، والمشكلة إحنا بالنسبة لنا بالعراق هاي صار فترة طويلة ممكن ثلاث سنوات أو أربع سنوات كل المدربين اللي جونا يجربون، وكل المدربين اللي جونا يريدون يشوفون نفس الظروف هسه كابتن راضي وادفوكات نفس الشيء، ادفوكات وحكيم شاكر قبله هم يقول راح اجيب لاعبين اجرب واشوف ويلعب فتره لاعبين وبالجيل ويجي اللي وراه يطلع خمسه سبعه من التشكيل يجيب سبعه سته جديد، ونفس الحاله عكس المنتخبات. هسه شوف منتخب قطر هسه اقرب لنا منتخب قطر، احنا عايشين بقطر ونعرفهم، هذا الفريق صار له تقريبا ثمان سنوات، انا احكي لك على منتخب الشباب الاولمبي اللي وطني صار ثمان سنوات عشر سنوات نفس الفريق ونفس الاسماء ونفس المدرب ما غيروهم، اذا يختلف لاعبين ممكن لاعبين ممكن لاعب مميز تشوفه هاي مثل بنادي الدحيل طلع شاب جديد لاعب مميز جابوه بالست بالعربي هيك يختاروا اللاعبين واحد اثنين ثلاثه، بس مو هسه احنا بتصفيات كاس العالم شفت كم لاعب لعب 58 لاعب
ست لعبات، سبع لعبات، ثمان لعبات، أربع مدربين. أنا لعبت تصفيات كأس العالم، لعبت ثلاث تصفيات أو أربعة، ما لاعبين 15 لاعب، ما لاعبين 16 لاعب، هو التشكيل نفسه، الفريق نفسه، استقرار فني لاعبين. بس هو نفس الوقت هم صعبة على المدربين. هسه من يجي المدرب يعني ما يلقى الخامة مالت اللاعب نفسها، يعني ممكن هاي المباراة أو البطولة تشوفها على مستوى عالي، البطولة اللي بعدها تشوفها. ليش ما يحافظ لاعبنا كابتن؟ شنو العادات السيئة باللاعب العراقي وما قادر يتخلص منها؟ والله هواي هواي أمور، بس بالناحية الأهم اللي هي الناحية الفنية للاعب، خاصة الناحية الفنية اللي هي خامة اللاعب. يعني مثلاً مثل كان نشا تكرم أو يونس، الموهبة موهبة يعني حتى إذا تشوفه مو 100% يعطيك 70%، بس تشوفه مميز مبين عكس اللاعبين الموجودين حالياً. مع احتراماتنا لهم صراحة هم لاعبين جيدين، إحنا لما ننتقص من عتهم كلهم أصدقائنا وأخوتنا ولاعبين جيدين ولاعبين المنتخب ويمثلوننا خارج العراق ونفتخر بهم، بس الخامة اللاعبين اختلفت، حتى أجسام اللاعبين اختلفت. بس شوف أجسام لاعبينا أو الجيل اللي قبلنا، هسه الجيل اللي قبلنا أفضل من عندنا، اللي هو مثل كان كابتن راضي شنيش، الحمزة هادي، لاعبين ذول الزياء الطارق، ذول لاعبين أسماء أجسامهم تشوفهم، إحنا جينا وراهم وشوية صرنا أقل، قلينا شوية صغر من عندهم. هسه اللي جا ورانا هسه والله ذاك أبو على المنتخب الوطني، والله عبالك شوف شو ما تقول منتخب شباب كلهم دق دق، مو صح؟ صح اي، حتى اجسامه مختلفة. اي بس الموهبة هي الاساس، الموهبة هي الاساس. جسم وماكو موهبة هاي كارثة. اي صح، استعدك افضل لاعب بالعالم ميسي، هو جسم هذا واحد من 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 10 لاعبين، مو كل الاجسام كلهم صغار، حتى تفيدك هاي بالكرات الثابتة، يعني بالالتحامات هواي يفيدك بدنيا. زين زين، بزمن جيلكم التصفيات اللي لعبتوها او السنوات او البطولات هم كان اكو لاعبين مغتربين كابتن؟ يعني لحقتوا عليهم انت؟ ايه كان موجود، كان ويانا اجى فتره ياسر قبل احمد ياسين كان ويانا، بعد ريبين سولاقه مدافع كان ويانا، جستن ايضا يمكن، جستن اخر فتره يعني اخر شيء، بس هذول كانوا قبل احمد ياسين. هم كانت هاي جدليه اللي نعيشها اليوم، مغترب محلي، مشاكل، صراعات، خلافات. هو اكو بس قبل شوي السوشيال ميديا اقل شوي اقل يعني اكو بس قليل، بس كانوا يجون يعني ويانا، بس صراحة ما لهم مكان يعني ما يقدرون يلعبون، لأن اللاعبين الموجودين مستواهم عالي، فصعب تشوف أن يعني كل مدرب اللي يجوا يجوا ويانهم بس ما لعبوا، حتى من يلعب يلعب قليل، يعني ممكن يلعب 20 دقيقة كل مبارتين ثلاثة يلعب للعبة، بس صعب يلعب يشكل أساس بالفريق. يعني كان نوعية اللاعب، نوعية اللاعب اللي موجود بالمنتخب عالي عالي عالي. هسه اختلف الوضع، هسه اجيب لك اياهم اسم اسم، انت شوفهم مستواهم وشوف اللاعبين اتذكرهم. اي انت تتذكر، هسه اختلفت نوعية اللاعبين، اختلفت نوعية اللاعبين، او بالاحرى مثل ما قالوا هواي من ابناء جيلك او من نجوم، انه المنتخب الوطني اخر اربع او الى ثلاث سنوات صار حقل تجارب. صح، اي واحد ممكن يمثل منتخب وطني. والله العظيم ما حكيت الا صح، لعبتين العب اي واحد زين، اي 10 ينشروا اي لاعب هسه حاليا موجود بالدوري العراقي يقدر يلعب بالمنتخب، اي واحد هيك راحت من كل الفرق والإمكانيات. من كل الفرق، مع احترامات لكل الفرق، قبل كانوا ثلاث فرق اربع فرق يختاروا من عتم منتخب وكلهم على مستوى عالي، زوراء، جويه، شرطه، طلبه، ممكن شو لاعب لاعبين من الميناء، ممكن لاعب واحد من توب. بس ايش قد القائمه؟ اذا تحصرهم 28 30 ممكن ثلاثه اربعه، الباقيين كلهم 200 لاعب منتخب وطني. ايه؟ حاليا ايه باخر سنتين 200 اذا هصريد نحسب. ايه هاي 200 هيك من جانب مو؟ ايه صح، فيات لازم لاعب منتخب وطني. صحيح، هذا لاعب منتخب وطني. صحيح، شنو هاي؟ صحيح والله، هاي تحملها المدربين. اي هسه شوف، هسه انت شوف الجويه، هذا قوه الجويه، 15 لاعب كلهم منتخب وطني، الزوراء 15 لاعب كلهم منتخب، شرطه نفس الشيء، طلبه نفس الشيء، عندهم 10 لاعبين. انا اشكرك جزيل الشكر كابتن علي حسين حمد، اتمنى لك التوفيق، والشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، سلام عليكم ورحمة الله.